الكوماندانتا. عقب غيابه عن فنزويلا منذ شهرين وعدم ظهوره علنا منذ عملياته الجراحية الرابعة لاستئصال ورم سرطاني، ظهر الرئيس الفنزويلي هيوغو تشافيز في صور مبتسما في سريره في المستشفى في كوبا بمعية ابنتيه. وزير الإعلام الكوبي أرنيسو فيليغاس قال إنه بعد الالتهاب الرئوي الذي أصيب به تشافيز إثر الجراحة فإنه يتنفس بواسطة أنبوب في القصبة الهوائية يمنعه من التكلم. الطاقم الطبي يستعمل علاجا وقائيا ضد مرض السرطان الذي قد لا يخلو من مضاعفات. هيوغو تشافيز الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما وأعيد انتخابه في 7 من تشرين الأول أكتوبر المنصرم لولاية رئاسية جديدة من 6 سنوات يتعافى تدريجيا وقد يعود قريبا حسب ما صرح به نائب رئيس نيكولاس مادورو، في حين لم تصدر أي معلومات دقيقة عن تاريخ عودته أو قدرته على الحكم، فيما تطالب المعارضة بصوت قائدها الرئيسي إنريكي كابريليس رادوانسكي بظهوره العلني.